مساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من اون سبوت، وضيفنا النهارده في اون سبوت هو واحد من ابرز لعيبه خط الوسط في مصر خلال السنين الاخيره. تالقه مع سموحه فتح قصاده ابواب كتير جدا للاهلي وللزمالك، خلاهم يتصارعوا على ضمه، لكن في الاخر هو اختار ان هو يكون ضمن تلاميذ مدرسه الفن والهندسه في فتره زمنيه ذهبيه كانت اكيد بتمر على القلعه البيضاء. التوفيق غاب عنه في رحلته مع نادي الزمالك، عشان كده اختار محطات زي الاسماعيلي والانتاج الحربي عشان يقدر يثبت ان هو لسه قادر على العطاء. نجمنا النهارده في اون سبوت هو كابتن ابراهيم عبد الخالق، هيكون معانا بعد الفاصل. بجدد التحية بحضراتكم مرة تانية. منورنا دلوقتي في الاستوديو كابتن ابراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي، واحد اكيد من ابرز واهم نجوم خط الوسط في الدوري المصري الممتاز. مساء الخير على حضرتك، واكيد منورنا النهارده في اون سبوت وسعيده بوجودك معانا. مساء الخير، ربنا يخليك، انا سعيد ان انا موجود معاكي. طبعا عندنا كلام كتير قوي ان شاء الله هنقوله النهارده في حلقتنا، بس في الاول خلينا نروح للتقرير ده ونرجع نبتدي مع بعض. يلا بينا. أحد اللاعبين الذين لفت الأنظار إليهم بقوة في وسط الملعب بسبب مهاراته الفنية وقدراته الدفاعية التي تجعله يقطع الكرة من الخصوم ثم يقوم ببناء الهجمات بشكل مميز، إنه إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي. إبراهيم عبد الخالق بدأ مسيرته الكروية مع نادي سموحة، وفي موسم 2011-2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي السكندري، وبعد أن أثبت وجوده وفرض اسمه على الساحة الكروية دخل الأهلي والزمالك في صراع للحصول على خدماته حتى انضم لصفوف النادي الأبيض الزمالك في موسم 2015-2016 لمدة 3 مواسم، ولم يحصل عبد الخالق على فرصته مع الفريق الأبيض بشكل كامل لينتقل لصفوف الإسماعيلية في تجربة لم تستمر طويلا، وينتقل بعدها إلى صفوف الإنتاج الحربي، ويمر فريقه الحالي بحالة من انعدام الوزن وتراجع النتائج، ويتواجد في المراكز المتأخرة. عن محطاته المختلفة وأسباب عدم استكمال مشواره مع الزمالك والإسماعيلي، وعن أسباب تراجع أداء ونتائج الإنتاج الحربي، يتحدث إبراهيم عبد الخالق في حواره مع أون سبوت. كابتن ابراهيم، زي ما شفنا مع بعض في التقرير كده محطات كتير جدا في عالم الساحره المستديره، سموحه، الاسماعيلي، الزمالك، الانتاج الحربي. دلوقتي عايزين بقى نعرف منين او امتى ابتدى حلمك مع كره القدم، وامتى ابتديت انك تقول خلاص انا بقيت لاعب كره قدم محترف او عايز اكون لاعب كره قدم محترف؟ والله كره القدم بدات معايا من صغري طبعا، بس يعني نتكلم بقى كاحتراف وانا ايام الناشئين ايام حرس الحدود. بس قولي الاول في البيت كان الموضوع بالنسبه لهم يعني تمام انك تكون لاعب كره قدم؟ ما حدش قال لك لا خليك في الدراسه، تعلم حاجه احسن، خد شهاده عشان تعرف تشتغل؟ لا، هو ما يعني كانت بالنسبه لهم عادي، بس هي والدي بس يعني الدراسه ادم، مش يعني عشان اهم حاجه الشهاده بالنسبه له، بس انا بصراحه ركزت في الكوره اكتر. فهو كان معارض في الاول، اما لقاني الحمد لله الكوره ادتني فقال لا انت صح، خلاص انت اخترت المجال اللي بتحبه فربنا وفقك وخلاص. لكن هو بدا معايا. قولي انت منين اصلا يا كابتن ابراهيم؟ انا من قليل من قرية كومشفين في القليوبية. يعني بدايتك كانت في الكرة في الشارع عادي زي كل الناس، كل الأولاد في الفترة الزمنية دي؟ طبعا أي لعيب كرة قدم بدايته في الشارع. أكيد يعني. طب ازاي رحت من الشارع لقيت نفسك جوه نادي او دخلت اختبارات؟ احكي لنا كده بالخطوات مشيتها ازاي. والله انا من حب في الكوره، فكنت بحب الكوره جدا 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 يعني، حتى ناس قريبه مني عارفين كده كويس، يعني حياتي رقم واحد كوره. بداتها طبعا في الشارع مع اصحابي بتاع في المدرسه الكلام ده كله، لحد ما جالي حد من اصحابي قال لي في نادي اسمه الجعفره كان بيلعب بمنطقه الجعفره. الكلام ده وانا صغير، يعني وانا صغير جدا. كام سنه؟ يعني بتكلمي في 14 سنه مثلا. فلعبت 5 سنين فيه او اربع سنين في منطقه القاهره او منطقه القليوبيه. ده هو دور القطاعات والحاجات دي طبعا.
بعد كده بدات بقى معايا ان خلاص انا شفت امكانياتي وبتاع، حبيت الكوره قوي اكتر ما انا بحبها. رحت حرس حدود، كنت مسافر على اسكندريه طبعا، طبعا حرس حدود في اسكندريه، فكنت مسافر اصلا على الاتحاد في الناشئين، اختبارات ناشئين. فاليوم ده كان الناشئين في الاتحاد كانوا اجازه، فسمعت اتنين قدام البوابه بيقولوا في اختبارات حرس حدود عاملين في ملعب النحاس، فقلت طب خلاص، وانا مش من اسكندريه اصلا فما اعرفش. سمعت وانت سمعت داخل كده سمعت. كانوا اتنين برضو شباب جايين اختبارات، فقال لك طب ما نروح الحرس في ملعب اسمه النحاس وبتاع. فسالتهم فين، ركبت معاهم رحت ملعب الحرس، ربنا وفقني. كان كل القيادات في الحرس كلهم موجودين، الكابتن سيد طباخ، العقيد خالد محاسب، كل الناس القائمين على قطاع الناشئين. قالوا لي تمام، جيب والدك، الورق المطلوب. جبت عمي وخلاص، بقيت التحقت بحرس الحدود سنتين، وبدات بقى بعد السنتين بقى بدات مشواري طبعا. طيب لما روحت البيت بقى اليوم اللي انت عملت فيه الاختبارات وقال لك يلا تمام وهات والدك او هات حد يعني من اهلك يكون معاك وهات الاوراق المطلوبه منك، كان رد فعلهم عامل ازاي في البيت؟ يعني من لاعب هاوي بيلعب في مركز شباب تقريبا للاعب بقى خلاص هيلعب في نادي كبير. بص، برضو رد فعل والدي هو يعني ما اتغيرش، يعني هو ما اتغيرش، لكن بالنسبه طبعا كان عندك وقتها 19 سنه تقريبا، 18 سنة. نفس الرد بتاع والدي هو برضو، لكن طبعا عمي اخواتي انا اصحابي كنت مبسوط جدا طبعا. اطلع لي كنت في نفس الوقت ده ماشي في المدرسه عادي بتنجح كنت ماشي في المدرسه كويس يعني. قبل ما تاثر قبل ما الكوره يعني تاخدني بقى ايه واثر، يعني كنت مثلا ساعتها ايه في ثانويه عامه؟ في ثانويه وقبل ما اتاثر طبعا يعني كنت مركز لحد ما مرحله الناشئين طبعا. لعبت سنتين في حرس الحدود، صعدت فريق اول مع الكابتن طارق العشري. بعد كده جه بقى السن بقى اللي هو خلاص 20 سنه، موضوع الجيش طبعا. دخلت الجيش، فجالي برضو اصحابي من ايام ما كنت في الحرس قالوا لي في فرقه اسمها الضبعه درجه ثالثه في مطروح بتلعب درجه ثالثه وانت في الجيش. اول كده يعني اول ايامك في اسكندريه كانت عامله ازاي وانت بتسيب بقى خلاص القليوبيه وتسيب اهلك ورايح بتعيش في اسكندريه عشان تقدر تكون موجود كل يوم في التمرين؟ بص، كانت ايام صعبه بالنسبه لي. يعني في بدايه التمرين قبل ما اروح للسكن بتاع النادي، يعني ايام صعبه. يعني اولا ما كنتش ما اعرفش يعني ايه غربه، ما عمري ما سافرت لوحدي مع اني كنت كبير 18 سنه، بس برضو احساس ان انت غريب في بلد ولوحدك الكلام ده كله كان بالنسبه لي صعب. يعني كنت بقعد في اوتيل على حسابي وبروح على حسابك قبل ما اروح السكن بتاع النادي، قبل ما الكرنيه يطلع والكلام ده كله في فتره. طب وانت كنت ماديا تقدر انك تقعد على حسابك؟ والله يعني الحمد لله كانت الحياه متيسره، والدي عمي والدتي الكلام ده كله يعني. فلحد ما رحت طبعا السكن بتاع الحرس، فالامور اتظبطت احسن وخدت بقى على الجو اكتر يعني هناك. العدد ده تفتكر كان بكام؟ لا، ما هو كان ناشئين، ما كانش فيه عقد يعني. بس كنت ولا كان في مقابل مادي؟ لا، كان في قبض 75 جنيه في الشهر. في الشهر؟ دخلوا مبلغ دول يعني. مبلغ ليه يعني؟ ليه انت حسيتني انك قديم كده ليه؟ بتتكلمي، لا ما هو مش قديم، انت بتتكلمي في 2005. ايوه 2005، اي 75 جنيه؟ كانوا هياكلوك ويشربوك طول الشهر؟ ما كده الاكل على النادي طبعا، الوجبات على النادي وكل حاجه على النادي، تمام؟ ثلاث وجبات على النادي، 75 دول بيقضوني طبعا يعني. كانوا مبلغ يعني 100 جنيه كانت في ساعتها، كانت مبلغ يعني. كانوا بيقضوني بصراحه. في الوقت ده برضو كان حرس الحدود عامل نتائج مميزه جدا في الدوري، يعني كان نادي كبير. كان نادي كبير وكان ماشي كويس قوي مع الكابتن طارق العشري، وكانوا واخدين بطوله سوبر، وكانوا اهلي بقى وكاسبين اهلي وبطوله كاس والكلام ده كله، فكان جيل جامد قوي طبعا. احمد عبد الملك واحمد عبد الغني واحمد حسن مكي وكابتن مكي الكبير وهيرده يعني، كابتن حليم وكابتن احمد بصوني. فكان جيل، فكان صعب حد يطلع فيه. في الفتره الزمنيه دي مين كان مثلك الاعلى؟ مثل الاعلى في الفتره دي كان ابراهيم سعيد. وهل انت من بدايتك بتلعب في نفس مركزك من اول ما ابتديت كوره لغايه دلوقتي؟ انا بدات في الاول ليبرو، بعد كده بقيت عشان كده كان مثلك ابراهيم سعيد. وهو كان بيلعب ليبرو، كان بيلعب ديفندر يعني. هو ابراهيم سعيد في الوقت ده كان مثل اعلى ناس كتير جدا. أكيد في امكانيات الكوره نفسها طبعا، من اهم اللعيبه الموجودين في مصر وافضلهم كمان طبعا. بس طيب دي، وبعد كده بقى وصلنا للضبعه. وبعدين رحت الضبعه لعبت سنه، كنت بروح على الماتش بس لان انا كنت مجند في الجيش، وكنت باخد يعني الاجازه يوم السبت بس يوم الماتش. بتروح على الماتش بس؟ على الماتش بس يعني. انت المرحله دي كانت بالنسبه لك ان انت تكون متواجد؟ متواجد عشان يعني من حب في الكوره ما ينفعش اسيبها يعني، مش متخيل ان انا اشتغل حاجه غير الكوره. فكنت بروح على الماتش، كان ربنا ساعد الحمد لله كان بيوفقني جدا. من الضبعه كان في ماتش فيصل في دمنهور هنا، كنا بنلعب فرقه من مطروح. شافني الكابتن محمود العزاز كان ماسك الحناوي ممتاز به، قال لي الحاج سعد ابو صندوق انا عايز اللعيب ده.
الحمد لله رحت للحناوي 6 شهور اشتروني ب 6000 جنيه 6000 جنيه دفعوا 6000 جنيه للضبعة وكان وقتها برضه موجود. هو الضبعة اصلا كانوا بيدوك فلوس؟ يعني مثلا كل ماتش مثلا خد لي 500 جنيه ولا حاجة يعني مكافآت. يعني لا هو برضه مقدرين ان انا جاي من سفر ومن القاهرة والماتشات كانت تبقى في مطروح. انت يا دوب مواصلات والاكل. طبعا فاشتروني ب 6000 جنيه قعدت 6 شهور مع الكابتن محمود عزاز في الحناوي. الكابتن صراحة النهائي شافني في ابو قير الاسمدة اشتروني ب 50000 جنيه من الحناوي. لعبت 6 شهور مع ابو قير. يعني في الوقت ده بقى كان كابتن ابراهيم عبد الخالق لسه يعني مصدق في حلمه وعارف ان هو في يوم من الايام هيوصل اللي هو بيحلم بدأت بيه. بدات بقى خلاص بدات ايه ارتب يعني خلاص بقى خطواتي. انا لعبت ناشئين درجه ثالثه ممتاز بيه الحمد لله يعني وبتيجي بسرعه يعني كل سنه ما قعدتش في درجه مثلا 3 4 سنين او سنتين غير بس الممتاز بيه بسرعه غير الممتاز بيه يعني قعدت سنتين هو 6 شهور في الحناوي اشترينا ابو قير ب 50000 جنيه 6 شهور بعد كده مشيت من ابو قير رحت الرجاء ودي كانت سنه فارقه في حياتي طبعا اكيد رحت فري مع الحاج سعد ابو صندوق كابتن طارق محجوب من هنا بقى بدات يعني بدا ابراهيم عبد الخالق بقى الانديه كلها تعرفه في الممتاز بيه. بس انا عايز اقول لك على حاجه يعني في ناس كتير حتى لو موهوبين نفس عندهم نفس الموهبه والامكانيات بتاعتك لما بيمروا بالمراحل دي كلها اكيد في وقت من الاوقات هيفقدوا الامل ويقولوا لا خلاص كده كفايه من دوري درجه ثالثه لدوري درجه ثانيه من مركز شباب ده لنادي ده 500 جنيه و75 جنيه يعني اكيد الحاجات دي ممكن تجيب لاي شخص تاني مكانك احباط. هو اكيد بس حسب بقى نوعيه الشخص. لا انا زي ما قلت لك انا يعني حسيت ان هي بتقرب لاني خلاص عمال اطلع السلم درجه درجه يعني ما اثبتش على سلم وقت كبير فبدات ايه لا خلاص صدق وبدات احط ايه يعني وقت محدد كده انا هقعد في الممتاز بيه سنتين وفعلا سبحان الله يعني بيني وبين نفسي حد من اصحابي كان بيقول لي طب انت السنه دي في ابو قير طب ممتاز انت السنه الجايه ان شاء الله طول لا فاضل سنه كمان في الممتاز بيه وان شاء الله هبقى ممتاز وفعلا بعد السنه بتاعت ابو قير رحت للرجاء فري لعبت السنه جالي بقى انديه كتير جالي الجيش وبتروجيت وجالي سموحه واستقرينا خلاص ان انا اروح سموحه ودفعوا 300000 جنيه للرجاء ورحت سموحه كملت مشوار ورحت بقى بعقد احترافي عقد كبير ابتديت بقى تشوف فلوس من الكوره في الوقت ده خلاص بقيت اصدق بقى خلاص الحلم بقى بقى حقيقه ما بقاش تفتكر فريق. اول عقد مضيته مع السموحه وانت لسه جاي من الدوري الممتاز بيه كان بكام؟ كان ب 300 بس هو كان اول عقد انا مضيته في حياتي كان في ابو قير ب 20000 جنيه بين 6 شهور من 20 ل 300 يعني احنا مش بنتكلم طبعا. في اضعاف احنا بنتكلم مثلا اضرب الرقم ده ب 15 لا كان مبلغ طبعا اكيد يعني وسيبك من فلوس موضوع ان انت خلاص ممتاز واخدت 25% لا اخدت 50% 50% كمان عملت ايه بقى باول 150000 جنيه تمسكهم في حياتك اول 150 اشتريت عربيه طبعا خلاص بقى بدات بقى ايه خلاص بقى ده كان سنه كام بالظبط 2010 2010 من 11 سنه 150000 جنيه يعني يجيبوا لك عربيه وحاجه كده جنبها بسيطه يعني كانت عربيه 120 ساعتها وبقى 30000 جنيه كيا سورات طبعا مع الاقساط الشهريه طبعا بقى والمكافئات والكلام ده كله طبعا طب كنت اكيد مرتبط في الفتره دي بوالدك وبوالدتك وبأسرتك عملت لهم ايه من اول فلوس اخذتها؟ لا هو بصراحه يعني عمري والدي ما سالني على فلوسي او والدتي يعني هو بامانه عمري والدي ودي حاجه كانت مش كويسه يعني انا كنت اتمنى ان والدي يسالني على الفلوس كنت حافظت عليها؟ طبعا طبعا بعزقت فلوس كتير؟ كتير كتير جدا طبعا يا عيني لما يكون ما فيش مسؤوليه وراكي طبعا بتبقى يعني بتفرق ولما بتيجي تفتكر الفلوس اللي انت صرفتها بندم طبعا لا انا بسمع الكلام ده اصلي كتير قوي وبفتكر كمان اما خلاص اما ارتبطت والحمد لله اتجوزت وجبت فريده يعني عمال بقى الشيطان يعني يا فريده مش كنت جري بدري شويه وبتاع مثلا مش كنت يعني بجد لا ندمت كتير جدا طبعا يعني يلا الحمد لله وان شاء الله ربنا يعوض عليك باحسن بكتير من اللي راح. طيب فنيا بقى التغييرات اللي انت حصلت لك في الفتره دي من ليبرو لنص ملعب يعني ايه يعني احساسك كان ايه انطباعاتك كانت ايه في الفتره دي؟ بس انا ما كنتش عايز العب نص ملعب في الاول يعني انا كنت ليبرو كنت في الرجاء كان ماسكني بس المركز ده اتلغى يعني ساعتها ما كانتش لسه اتلغى فكنت حابب قوي ان انا الليبرو اللي هو زي ابراهيم سعيد بيجي من ورا وبيزيد ومهاري وبتاع فكنت حابب قوي الموضوع ده فجه حد ما جه وانا في الرجاء الكابتن طارق محجوب نجم المحله طبعا السابق قال لي لا انا شايفك في الديفندر لعبت ماتش لقيتها ماشيه معايا كويس بقيت ازيد واجيب اجوان واعمل اجوان فقلت خلاص من ساعتها من 2009 لحد 2021 اهو انا بلعب ديفندر
ولو في اماكن طبعا في نقص في كنت في سموحه بقى، كان في نقص مثلا في اماكن زي الباك رايت، باك رايت كنت بلعب يعني طبعا. تجربتك بقى بالتفصيل مع سموحه كانت عامله ازاي؟ من اول ما رحت هناك واتنقلت ب 300,000 جنيه عقدك، خلاص عقد احترافي وخدت 50% والحياه استقرت وعشت في اسكندريه، الدنيا بقى كانت عامله ازاي؟ انا اولا من عشاق اسكندريه لان انا قعدت فيها 10 سنين. بلد جميله قوي. انا من عشاق اسكندريه، قعدت فيها 10 سنين. وغير قعدت فيها 10 سنين، في ناس يعني في ناس بيبقى مكان وشه حلو عليه. انا اسكندريه وشها حلو عليا قوي 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 كمان، فبحب اسكندريه جدا. طبعا سموحه طبعا رحت نادي اجتماعي ونادي نظيف لا الحياه اتغيرت طبعا، وفي نجوم معايا كابتن مشير تبع، كابتن حمد بلاد، لا في نجوم، الحياه بقت خلاص انا بدات ايه اصدق حلمي. انا من وجهه نظري كانت احسن تجربه ليا تجربه سموحه، لان قعدت 5 سنين في استقرار. طبعا استقرار في كل حاجه، فنيا وماديا وكل حاجه واعلاميا، وفي هدوء. لا 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 صحيح. وبعدين عندك كمان سموحه بحس ان هم بيهتموا جدا بلاعبتهم، عندك رئيس نادي ما ده اللي كنت بتكلم فيه، عندك رئيس نادي بيحب الفريق الاول. يعني مهندس فرج كل الالعاب في حته، والفريق الاول وكره القدم في حته، في اهتمام بتفاصيل حياتكم، بسكنكم، بمواصلاتكم، اكيد كل حاجه. لا النادي ما قعدنا في فندق على مدار سنتين ثلاثه، بعد كده اللي عايز يقعد يجيب زوجته في شقه، يعني لا يعني كل حاجه متوفره في نادي سموحه بصراحه. يعني النادي اللي هو انتقلت ليه اول نادي في الدوري المصري ممتاز هو نادي سموحه، نادي كبير اعلاميا متشاف جدا وفي اهتمام كبير بيه. احساس بقى اهلك وعيلتك هناك كان عامل ازاي وهم شايفينك يوم كل كام يوم على التلفزيون بيتعمل معاك انترفيوهات، ناس بتتكلم عليك كل يوم في البرامج، احساسهم كان عامل ازاي وانطباعاتهم كانت عامله ازاي في البدايه؟ هم كانوا مبسوطين جدا طبعا. انا والدتي واخواتي البنات ما كانوش لهم في الكوره، فبقوا يشجعوا الكوره عشانك. لا والغريب ان انا لاحظتها في مره، لقيت اخواتي البنات بيجيبوا اسماء لعيبه زمايلي هم اصلا ما لهمش في الكوره، فبداوا يحفظوا اللعيبه اللي معايا في سموحه، في الزمالك، في دجله، في المقاولين، في الحرس، يعني كل ما اروح عليهم حافظين. طب ده ما لعبش ليه، ده ما لعبش ليه، ده ماشي مش عارف، طب المدرب ما لعبش، فبداوا خلاص يعني يتابعوني. طبعا اكيد كانوا مبسوطين جدا جدا اما بيشوفوني في التلفزيون اكيد يعني، او ما بلعب طبعا. صحيح. انت كان في حياتك الكرويه محطات كتير قوي، لو سالتك عن اصعب المواقف اللي تعرضت ليها كلاعب، يعني اصعب فتره في الكوره ليا بالنسبه لي، اصعب موقف اتعرضت له وانت لاعب، او اصعب موقف يعني كان صعب جدا ما كنتش متخيله، ان انا امشي من الزمالك قبل القيد ب 48 ساعه، يعني قبل ما باب القيد يتقفل ب 48 ساعه، بتكلمي في يومين. وكان خميس وجمعه والدوري هيبدا السبت. فالحمد لله. طب خلينا نتكلم في الموضوع ده لما نوصل لمحطه الزمالك، لكن خلينا الاول احنا لسه في سموحه ولسه في بدايتك وفي المحطات اللي انت عديت بيها، لو اتكلمت معاك عن اصعب موقف حصل لك. لا في سموحه مفيش مواقف صعبه بالنسبه لي بصراحه، من اول البدايه لغايه ما وصلت لسموحه مفيش اي موقف صعب. كانت حياتك كنت شايفها ان هي ماشيه حلوه قوي؟ حلوه قوي قوي قوي، يعني مستقره بطريقه يعني الحمد لله كبيره جدا طبعا، فنيا وماديا واداريا وكل حاجه واعلاميا، كل حاجه فيها كانت كويسه بصراحه. طيب انتقالك من سموحه طالما انت كنت مبسوط وسعيد قوي كده ليه؟ اللي انا اتقلت يعني رحت الزمالك بتكلمي برضو، يعني سموحه نادي كبير طبعا بس مش جماهيري. مش حاجات مش جماهيري، يعني سموحه من الانديه المستقره يمكن اكتر، يعني من اكبر الانديه في مصر مستقره على انديه كبيره جدا طبعا وجماهيريه، بس انا رحت منتخب مصر من سموحه مع كابتن شوقي غريب. صحيح. فدايما المنتخب بيبص على انديه الاهلي والزمالك والاسماعيلي، انديه جماهيريه طبعا، فانا كنت حابب ان انا اروح المنتخب طبعا تاني، اما اروح منتخب مصر واشارك فيه سنه مع كابتن شوقي غريب خلاص انا حابب ان انا اكون في المنتخب على طول، فديت اللي ادتني الدفع ان انا اروح الزمالك. صحيح. في نفس الفتره دي هنرجع نتكلم عليها تاني، كان قصادك مش بس نادي الزمالك، كان قدامك النادي الاهلي، وكان قدامك عروض كتير جدا في الفتره الزمنيه اللي قررت فيها الانتقال لنادي الزمالك، بس خلينا الاول نطلع لفاصل سريع ونرجع ونكمل كلامنا مع كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي في اون سبوت. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في اون سبوت، لسه نورنا كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي. كنا بنتكلم بقى عن المحطه الاهمه في حياتك، انتقالك من سموحه لنادي الزمالك والعروض اللي كانت بتنهال عليك في الفتره دي، كان قصادك النادي الاهلي برضو؟ انا كنت ماضي في الاهلي قبل الزمالك اصلا. مضيت بالفعل؟ مضيت انا وكابتن انور شلوفه كان وكيلي طبعا، رحنا فيلا الكابتن علاء عبد الصادق ومضينا العقود وكان تمام. ده كان سنه كام؟
في 2015 2015 وبعدين ايه اللي حصل؟ اللي حصل كان احمد فتحي في قطر ساعتها كان محترف في قطر، فاحمد هيرجع مش هيرجع، هيرجع مش هيرجع، فهو كانوا حاطينا كده مكان احمد فتحي، احمد فتحي ما رجعش خلاص ابراهيم، فهم كانوا حاطينك ستاند باي. فلقيت بقى موضوع الزمالك دخل طبعا وحسيت ان انت ليك فرصه اكبر جوه نادي الزمالك. ولا ولقيت الزمالك مستشار مرتضى يعني يعني الموضوع جدي قوي يعني بيحارب عشاني وعايزني جدا، فخلاص يعني خدت رحنا خدنا العقود من الكابتن ايهاب صادم مشكورا طبعا، شخصيه محترمه جدا. وبدات بقى قصتي مع الزمالك، خلصت ومضيت مع الزمالك وهم اشتروني من سموحه. بس واضح ان انت في الفتره دي ما كانش عندك ميول لا الاهلي ولا الزمالك. لا لا. الاهلي جه تمام ما فيش فرصه يبقى خلاص الزمالك. الاهلي زي الزمالك طبعا. انا ميولي للمنتخب. انا اروح اهلي او زمالك ده عشان المنتخب. طب وفي البيت كان رايهم ايه؟ لا في البيت ما في اهلاويه وفي زملكاويه في بس الاثنين. ما لا بس ما يقول، عمر ما حد دخل في حياتي الكرويه، عمر ما حد قال لي اروح كذا واروح كذا. هو ممكن يكونوا حابين مثلا اروح مكان يعني والدي كان حابب الله يرحمه اللي هو يروح ان انا اروح الاهلي. اخترت انك تروح لنادي الزمالك، وفي الفتره دي الزمالك كان لسه واخد بطوله، كان عنده فريق قوي جدا. ما خفتش بقى وقتها ان انت تروح بس ما تعرفش تلعب؟ لا بالعكس، انا رحت عشان الموضوع كان مستقر جدا عكس السنين اللي فاتت. كان معاهم مدرب عالمي فريرا ولعيب على اعلى مستوى، وكان طارق طبعا سابقني هناك. وطبعا قبل ما اروح طبعا خدت راي طارق، فالامور كانت مستقره ماديا وفنيا وكل حاجه طبعا. صحيح. فيعني عكس نادي الزمالك من كام سنه يعني فما، فكانت امور مستقره قوي. فرحت وكانت امور سهله، واول ما رحت لعبت، اول ما رحت لعبت اول ماتش دخلته في السكور بعد 5 ايام من دخولي نادي الزمالك لعبت وجبت جول كمان. الناس كلها كانت يعني منتظره ومعتقده انها هتشوف نفس الثنائيه اللي هي ما بينك وما بين طارق حامد في سموحه تتكرر تاني في نادي الزمالك، بس ده ما حصلش. ما حصلش. انا قلتها قبل كده ان انا يعني طارق عنده صبر، انا ما عنديش صبر للاسف يعني، ودي حاجه مش كويسه فيا يعني. رغم ان انت في بدايتك كانت يعني الحياه كلها طبعًا. صبر. لا هو بصي، انا اما رحت الزمالك كنت بقعد احتياطي في الاول وبنزل، لان كان اللي ماشي مكاني كان كويس جدا. وصعب ان انا اتكلم وفي ناس ماشيه كويس قوي بنكسب واخدين دوري واخدين كاس، لا فماشيين كويس. اما يحصل دروب واللي مكاني ما يمشيش كويس فابدا اتكلم. فلقيت نفسي لا ما بلعبش او على فترات بلعب، فطلبت ان انا اطلع اعاره. فدي كانت مشكله بالنسبه لي طبعا. طارق قعد حوالي اقل من يعني 10 شهور في نادي الزمالك ما يلعبش اساسي. امتى طلبت انك تطلع اعاره؟ بعد كام شهر مثلا؟ بعد سنه. بعد سنه كامله؟ بعد سنه كامله، مع اني لعبت حوالي 23 ماتش يعني وجايب 3 اجوان في السنه دي. 23 ماتش في الدوري. طب يعني نسبه كبيره. بس يعني كنت حاسس ان لا يعني مش هلعب ماتش واقعد ماتشين، كنت حاسس ان هو ده وقتي خلاص. شفت ان ده كان قرار خاطئ منك جداً في الفتره دي؟ جدا كان القرار يعني. ندمت على القرار ده؟ ما هي حياة قرارات يعني، يا اما يكون قرار صح صائب صح، يا اما قرار يكون غلط. هو كان قرار غلط جدا طبعا ان انا اخدت الاعار. يمكن هو ده اللي كان النقطة اللي خلت ابراهيم عبد الخالق ما يكونش موجود لغاية دلوقتي جوه الزمالك. هو نقطة التحول طبعا، ان انا اروح دجلة طبعا. طبعا نادي دجلة نادي كبير طبعا ونادي من الاندية المحترفة جدا. صحيح. بأمانة. بس احنا ما ينفعش برضو نقارن اي نادي بالاهلي وبالزمالك. اكيد. طبعا رحت عشان العب طبعا وارجع تاني يعني. في السنه ديت اللي انا رحت فيها دجله كان كل اللعيبه في الزمالك لعبت يعني، انا كنت موجود كنت لعبت طبعا. كنت صبرت شويه. كنت لعبت طبعا. كان كابتن مؤمن سليمان في نفس الوقت ماسكني وكان عايزني ابقى موجود معاه يعني طبعا. طيب في الفتره اللي انت كنت فيها في نادي الزمالك يعني، كلمني كده عن افضل مدرب مرنك، اكتر واحد اثر فيك يعني، مين كان زميلك المفضل، اقرب شخص ليك جوه الفريق؟ هو كان طارق طبعا. طارق ده لوحده طارق، وكان لان انتوا جايين من سموحه. لا طارق قبلها ب5 سنين وعم بنلعب مع بعض يعني. طارق طبعا، ميكي وكهربا وباما وجنش كان اقرب ناس ليا طبعا. ومدرب؟ المدرب اللي انا احسن فتره لعبت فيها يعني كانت مع ميدو. كانت مع ميدو. كانت مع كابتن احمد حسام ميدو. رغم ان انا لما رحت دجله ميدو يعني ما لعبنيش في الاخر، فكان برضو اختلفت معاه وطلبت ان انا انهي الاعاره ورحت المولي. غريبه دي؟ وجهات نظر بقى يعني. اكيد. طيب طارق حامد، انت قلت لي ان هو كان من اكتر الناس القريبه منك في نادي الزمالك، وطبعا هو كان معاك في سموحه. لو سالتك كده عن سر تالق طارق حامد لحد دلوقتي تقول لي ايه؟ وطارق ما شاء الله بيشتغل نفسه كويس جدا يعني، حتى في اجازته بيشتغل نفسه. وانا في سموحه يعني بحب التمرين جدا، ويعني بيدي التمرين حقه، محافظ على نفسه طبعا في الاكل وفي كل حاجه.
فعشان كده طارق ما شاء الله يعني في نفس مستواه ما بيقلش يعني ما شاء الله يعني. طيب انت لعبت جنبه كتير، الناس كلها بتقول ان هو عنيف زياده عن اللزوم، يعني في دايما في تدخلاته غشوميه كده قد يعني تؤدي للاذى بالنسبه للعيبه تانية، بتشوف ده ازاي؟ هو في التمرين كده على فكره طارق، يعني مش طارق مش مؤذي، مش بيتعمد الاذيه ابدا، طارق مش مؤذي، هو طارق طريقه لعبه كده يعني زي ما في لعيب مهاري جدا ما بيعرفش يخش وما بيعرفش يقطع الكوره كده، هو طارق مش مؤذي، هو طارق اصلا في التمرين كان بتحصل مشاكل كتير بيننا وبين بعض كلعيبه يعني يعني هو طارق اصلا حتى مع قدام زمايله اللي في الفرقه في التمرين بيخش جامد، يعني هو طارق الناس واخده ان طارق مؤذي، بس طارق اللي ما يعرفش طارق، طارق مش مؤذي خالص، هي دي طريقه لعبه. طيب نرجع بقى للموقف الصعب اللي انت قلته لي في البدايه، قلت لي اصعب موقف اتعرضت ليه ان ما لقيتش نفسي متقيد قبل ما يقفل القيد ب 48 ساعه. ايه اللي حصل؟ انا رحت اعاره طبعا دجله وجميدو، فاختلفنا طلبت ان انا انهي الاعاره، فكان الكابتن محمد عوض عايزني في المقاولين، فرحت كملت 6 شهور في المقاولين، خلصت رجعوني الزمالك، لعبت البطوله العربيه وسافرنا الاردن وقبل القيد، وكان خلاص ده كان سنه كام ده؟ في 2018 بدايه 2018 وسافرنا الاردن، كان ماتش اعتزال هناك وخلاص، كانوا بلغوا او احنا مسافرين الاردن بلغوا لعيب بدون ذكر اسماء، كان احنا القايمه كان في لعيب زياده هو اللي هيطلع خلاص، بلغوا لعيب ان انت خلاص هنطلعك اعاره، فانت اطمنت بقى خلاص يبقى كده مش انا خلاص انا مش يعني غير ان انا اطمنت، انا راجع من الاعاره خلاص، هم وعملوا المؤتمر وقدموني وخلاص تمام. فرحنا اللعيب ده سبحان الله لعب شوط كويس قوي هناك، فقعد، فرجعت لقيت الكابتن حسين السيد بيبلغني معلش يا ابراهيم انت مش متواجد معانا، كان بالظبط اربع يوم 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 ثلاث، كان اربع خميس. رد فعلك كان عامل ازاي؟ لا يعني كان صعقت طبعا يعني تتكلمي يعني كل الانديه كانت عايزاني خلاص، كل الانديه كانت عايزاني، الكابتن محمد عوض كلمني كتير يا ابني جدد معانا جدد معانا جدد معانا في المولين، فخلاص كابتن انا رجعت خلاص انا اعاره مش بايدي فخلاص كل الانديه فاتحه لك بابها في ثانيه، كل بمان اتقفلت. حسيت بقى وقتها بايه؟ اتغدر بيك مثلا؟ كان موقف صعب طبعا جدا يعني، ما كنتش ما كانش في حسبان، قعدت حوالي 24 ساعه في اوضتي بكلم نفسي يعني، بس كان عندي ثقه في الله طبعا ان انا اخرج من المهنه ديت، وفعلا ربنا كرمني طبعا ورحت نادي كبير طبعا ما نزلتش، رحت الاسماعيلي. صحيح طبعا نادي جماهيري طبعا برضو. اما الاسماعيلي برضو يجيب لعيب قبل القيد ب 48 ساعه وهو مقفل قائمته، خلاص الدوري فاضل عليه 3 ايام يعني الدوري خلاص يعني خلاص، المدرب عمل فرقته وركز مع الناس ديت خلاص ان يجيبوا لعيب تاني، فدي حاجه كويسه جدا ليا الحمد لله، لان الحمد لله عارفين اسمي وعارفين انا لعيب كويس طبعًا. الحمد لله، فربنا كرمني ان انا رحت الاسماعيلي طبعا. في محطه نادي الزمالك في حياتك الكرويه قلت لي ان من اصعب المواقف موضوع ان انت يعني خلاص اتبلغت ان انت بره النادي قبل ما تتقفل او القيد يقفل ب 48 ساعه، لو سالتك بقى عن اطرف المواقف اللي حصلت لك في الفتره دي في حياتك جوه نادي الزمالك تقول لي ايه؟ ده هو مواقف كتير جدا يعني اكيد انا كنت سعيد جدا في نادي الزمالك طبعا يعني مبسوط قوي، في مواقف كتير اصلا مع اللعيبه يعني من كترها اكيد مش فاكر مواقف كتير خالص، في السفريات في كل حاجه يعني كنا دايما بنلعب في افريقيا مثلا في نيجيريا، وكان في رمضان و كنتوا بتصوموا؟ كنا بنصوم، كان عندنا ماتش في رمضان، وعمري انا عمري ما افطرت في رمضان وانا صغير الحمد لله، وجه الكابتن محمد حلمي انا هبدا خلاص يعني انا بادئ ومفنش هنا في قبل ما نسافر من القاهره، لعب اخر ماتش كنت كويس وكسبانين فخلاص التشكيله اهو، وهنلعب انيمبا في نيجيريا ومين من نيجيريا معروف واحنا صايمين، فتاني يوم الماتش فالكابتن قال لك لا الناس اللي هتبدا يا جماعه هتفطر، فمعظمهم فطروا عشان كان الساعه 2 الظهر كان حر والكلام ده كله في نيجيريا ودرجه حراره طبيعي فانا قلت خلاص انا هلعب وما عملتش التشكيل فانا هصوم، فجه لعيب قال لي يا عم لا افطر انت هتلعب، قلت له يا عم قال لي لا هتلعب، ففطرت للاسف الشديد بعد ما فطرت بعد الغداء قال التشكيل لقيت نفسي احتياطي للاسف، فنزلت اخر دقيقه في الماتش طيب اهو، فندمت بصراحه ان انا فطرت بامان، ده من المواقف اللي كانت طريفه في السفريات، وكنا في رمضان برضو كنت انا بجيب اللابتوب بتاعي وعلى الواي فاي بنشغل مسلسلات في الطرقه كلعيبه كلها يعني كانت لا في حاجات جميله في الزمالك. انت عشت الحلو وعشت الصعب في نادي الزمالك في الفتره اللي قضيتها جوه نادي الزمالك، ليه لو سالتك ان نادي الزمالك ما بيستمرش دايما على نفس النهج، يعني ما فيش دايما استقرار فني، ما فيش دايما طول الوقت احنا ماشيين على مستوى كويس مكملين عليه، ليه بيكون دايما في ابس اند داونز في نادي الزمالك؟
بصي، اولا يعني تغيير المدربين له عامل كبير جدا، استقرار الفني له عامل كبير جدا جدا جدا. انا مش فاكر، انا وانا في السنه بتاعه الزمالك اكتر من 8 مدربين مسكني، مش فاكر. فكل مدرب يجي له ناسه يعني رقم كبير قوي قوي. يعني انا فاكر كابتن محمد حلمي، ميدو، كابتن محمد صلاح، باتشيكو، فريرا، ماكليش، بتتكلمي في 6 اهو. يعني كابتن محمد سليمان 7، يعني بتتكلمي في عدد كبير رقم جدا، رقم كبير قوي. بتتكلمي في عدد كبير جدا يعني، وفي غيرهم انا مش فاكر بصراحه. فده انا بالنسبه لي ده اللي اثر على نادي الزمالك في الفترات اللي فاتت. الاستقرار الفني له دور كبير جدا طبعا في الاستمراريه. انتمائك دلوقتي للزمالك؟ اكيد يعني، ما الزمالك بيلعب اي حد اكيد يعني. يعني انا لعبت في نادي الزمالك زي ما انتمائي لسموحه، لعبت في نادي سموحه، فعايز سموحه يكسب كل الماتشات دي. ده بالنسبه لي سموحه رقم واحد. يعني لما سموحه والزمالك دلوقتي بيلعبوا تبقى عايز مين يكسب؟ ببقى عايز مين يكسب؟ لا عادي يعني. مش بصي، اولا انا مش متعصب، ده سؤال يعني في الجول. لكن انا سموحه ما بقارنهاش باي نادي، والجماهير عارفه كده كويس، جماهير الزمالك، لاني انا سموحه بيتي، سموحه اللي عمل ابراهيم بعد ربنا سبحانه وتعالى. فاكيد انتمائي ولا لازم يكون نادي سموحه. ما رجعتش على سموحه ليه طيب؟ والله يعني ما ممكن يكون يعني ما اولا كنت في الاسماعيلي، وبعد الاسماعيلي رحت الحرس. يعني ممكن مدربين، ماسك حد ماسك سموحه مثلا، كان كابتن حميد مطران ماسك سموحه وكان ماسكني قبل كده، ما طلبنيش يعني. طب ممكن وجهات نظر مثلا، لا عايزه لا مش عايزه، فممكن مدربين ما طلبتنيش يعني مثلا اللي ماسكه سموحه يعني. لكن من كلامك كده انا حاسه ان انت مثلا بتتمنى انك ترجع او تنهي مشوارك جوه سموحه. اكيد طبعا يعني سموحه تكرمي مش اي مكان تاني. لا سموحه، لا ونادي الانتاج الحربي، انا في نادي الانتاج الحربي من الانديه والله العظيم، مش عشان انا في الانتاج، من المؤسسات العسكريه طبعا، يعني الناس الملتزمه جدا طبعا، ولاعيب الكره اللي يعرف اني انديه ملتزمه في الماديات. لعيب الكوره اللي في الدوري صح. هيعرف مين، سواء الجماهيريه ولا الشركات ولا المؤسسات. انا في مؤسسه عسكريه فلا، نادي فيه استقرار مادي وفيه استقرار فني طبعا، نادي الانتاج طبعا اكيد اكيد. طيب لو سالتك عن علاقتك بجماهير نادي الزمالك لحد دلوقتي عامله ازاي؟ الناس اللي بتقابلهم في الشارع، على السوشيال ميديا، على انستجرام، على تويتر، بيتعاملوا معاك ازاي جمهور نادي الزمالك؟ بص انا الحمد لله عمري ما عملت مشكله مع اي جمهور، سواء اهلي او زمالك، عمري في حياتي. فالحمد لله علاقتي بجمهور الزمالك علاقه كويسه جدا جدا جدا. اي حد يقابلني، اي حد يبعت لي على الفيسبوك، على الانستجرام. انا اولا في السوشيال ميديا ما بقتش زي الاول. من بعد ما مشيت من الزمالك ما بقتش اللي هو اكتف على السوشيال ميديا خالص نهائي. ما بقاش يعني الموضوع يهمك قوي، مش فارق معايا خالص. ما بخش على الاخبار اصلا، اي حاجه خالص. بعرف اخبار بالصدفه. لكن علاقتي بالناس في جماهير الزمالك لا، علاقه قويه جدا يعني الحمد لله يعني اكيد. مين لغايه دلوقتي من لعيبه نادي الزمالك لسه علاقتكم ببعض قويه ومستمره؟ طبعا نبعد طارق او اوباما وجنش وابو جبل. لسه لغايه دلوقتي بتتكلموا على طول. مش معنى جنش، جنش اصل جنش حبيب الكل. اصل انا عايز اقول لك على حاجه، هو فعلا يعني كنت لسه هقول لك هو حبيب الكل. لا وجنش راجل وجدع، بيجي يقعد في مكانك غير لما يقول لي جنش. لا من اعز اصدقائي جنش في المجال بتاعنا، هنعرف مين كويس ومين مش كويس. مين الجدع لا جنش راجل وجدع وصاحب صاحبه ودمه خفيف يعني عمره ما مشكله مع لعيب يعني. لا جنش بصراحه من الناس بحبها جدا. طب بمناسبه ان انت قلت ان ابو جبل وجنش من اصدقائك، شايف المنافسه ما بينهم عامله ازاي؟ هي اكيد منافسه قويه يعني. هي يعني وانا في الزمالك اصلا المنافسه كانوا ثلاثه، ما ينفعش ثلاثه يتحطوا في مكان، كان الشناوي وجنش وابو جبل. ما ينفعش ثلاثه يكونوا في مكان واحد بصراحه، على الاقل اثنين زي جنش مثلا، وبرده جنش وعواد وابو جبل منافسه قويه. ما ينفعش الثلاثه دول في مكان واحد جدا. ما ينفعش طبعا كده يكون في طرف فيهم مظلوم. اكيد اكيد او اكيد يعني، الا لو الثلاثه مظلومين. الثلاثه ما شاء الله امكانياتهم عاليه جدا. صحيح. وبالنسبه لك مين افضل حارس مرمى في مصر؟ خلينا منصفين، محمد الشناوي. محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. طبعا. طيب نرجع بقى ونكمل في مشوارك، وصلنا لغايه نادي الزمالك، وانت قالك من الزمالك رحت دجلي. على دجله ولا وبعد كده الاسماعيلي. ما الاسماعيلي بعد دجله وبعد المقاولين كمان. طب يعني نتكلم عن تجربه الاسماعيلي بقى. والله بصي يعني هو شرف لاي لعيب ان يلعب في نادي الاسماعيلي طبعا. اكيد زي شرف لاي لعيب يلعب في الاهلي، في الزمالك، في الاسماعيلي، في المصري، في الاتحاد، طبعا في الانديه الجماهيريه العريقه طبعا. طبعا. كانت حاجه كبيره طبعا ونقله كبيره. يمكن الحظ ما خدمنيش لان رحت خلاص الظروف كانت صعبه هناك جدا. انا رايح قبل الدوري ب 24 ساعه. ف
فكان المدرب مركز خلاص على الناس اللي موجوده معاه في المعسكر في فتره الاعداد الكلام ده كله. كان ماسكنا بصابر طبعا، كان مدرب كويس جدا جدا طبعًا. جدا. يمكن دي من افضل فترات الاسماعيلي طبعا تحت قياده صابر، ويمكن كمان رحيله عن الاسماعيلي طبعًا. من ساعه ما رحل لغايه دلوقتي عمل أكيد. فجوه كبيره أكيد. جدا. اكيد هو كان مدرب شخصيه قويه جدا، كان مدرب فني عالي جدا طبعا. ما كانش حد بيدخل في شغله، ودي حاجه كويسه لما يكون المدير الفني ما حدش يدخل في شغله ولا اداره ولا اي لما حد. يكون شغال من دماغه احسن طبعا. كتير. وكان يعني كان، وكان مدرب بلغتنا الكرويه صايع كده، فكان عارف كل لعيب. هو قال لي يعني هتخش بعد 5 ماتشات تكون جهزت وبتاع. دخلت بعد 3 ماتشات، دخلت بدري معاه يعني الحمد لله، ولعبت وساهمت في فوز وبتاع. بدات خلاص عايز العب، ما بلعبش ليه وبتاع. فهو ما كانش بيحب اللعيب يقول الزنانه اللي بيقعد يقول انا عايز العب واللي هو عايز بيقلب العب وشه. عايز العب. وانا بصراحه قلبت وشي يعني عشان ابقى صريح يعني. يعني اصلا مش موظف، انا مش رايح نادي باخد قبض، استنى قبض الشهر واخد، لا. انا بس واضح كده ان انت ما بتتعلمش من اخطائك، يعني يمكن برضو نفس اللي حصل في نادي الزمالك. يعني برضو للاسف. ما انا بقول لك يعني، بس هي مشكلتي ان انا عصبي زياده عن اللزوم. فانا بالنسبه لي انا عامل زي السمك، طلعت بره البحر بموت. انا شايف نفسي احسن واحد في المكان ده. وبتكلم، انا بتكلم في توقيت مظبوط، بتكلم لما يكون في اللي مكاني ماشي وحش، عمري ما اتكلم اللي مكاني ماشي كويس. عمري اتكلم اذا الراجل ماشي كويس وبنكسب خلاص ما اقدرش اتكلم. صحيح. لكن لما يحصل دروب بتكلم، ما انا نفسي ما بلعبش في حاجه، لان كان في حاجات في المطبخ بتحصل. يعني العيب يقعد اسبوع مصاب ويرجع يلعب، فدي طبعا حاجه تضايق اللعيب طبعا اكيد. فكانت بالنسبه لي بدات مشاكلي مع عبد الصبر طبعا لحد ما مشي طبعا. جه بقى كذا مدرب من اسماعيليه برضو كذلك، ثبت التشكيل، احنا عارفين امكانياتك ابراهيم، انت لعيب كبير، انت ثبت التشكيل برضو، مفيش اي تغيير. طيب انت لما اتكلمنا مع بعض دلوقتي عن نادي الزمالك وايه سبب اهتزاز المستوى، ودايما في ابس اند داونز في مستوى نادي الزمالك، قلت لي ان مفيش استقرار فني يمكن عدى وانت موجود كلاعب في نادي الزمالك في سنه بتاع 8 مدربين. طب لو سالتك برضو عن نفس الموضوع جوه نادي الاسماعيلي من بعد رحيل دي صبر، واحنا كلنا مش هو ده الاسماعيلي اللي احنا نعرفه، ايه اللي بيحصل جوه الاسماعيلي بيوصله للحاله دي؟ برضو موضوع تغيير الاجهزه، انا برضو في السنه او السنتين اللي لعبت فيهم في الاسماعيلي حوالي اكتر من 6 مدربين 7 مدربين. يعني برضو بيبقى الاستقرار الفني هو المفتاح. وتدخل بقى الادارات والحاجات ديت اكيد لها عامل سيء كبير جدا. انا بقول لك من شويه اللي نجح دي صبر اللي هو ما كانش في حد بيتدخل في شغله، او هو مش هو مش بيتدخل، هو ما كانش سامح لحد ان يتدخل في شغله، عشان كده كان ناجح. زي فريرة في الزمالك ما كانش حد بيقدر، او ما كانش بيخلي حد يقدر يتدخل في شغله، عشان كده كان ناجح. اما يجي الاداره بتتدخل، او اي حد، او مدير كوره او بيتدخل في شغل المدير الفني، هنا الموضوع بيختلف. صحيح. طيب لو سالتك برضو عن مجموعه اللعيبه اللي موجودين دلوقتي في نادي الاسماعيلي، وشفنا ان في يعني مشاكل في النتائج، شفنا في اخفاقات، هل اللعيبه اللي موجودين جوه نادي الاسماعيلي حاليا يعني يستحقوا تمثيله؟ والله بصي، في لعيبه وفي لعيبه، لا طبعا اكيد في اي نادي كده. هي بتبقى وجهات نظر، بس لعيبه الاسماعيلي، الاسماعيلي عنده لعيبه كويسه جدا، عنده مجموعه لعيبه انا لعبت معاها كويسه جدا موجودين لغايه دلوقتي، لعبت معاهم في الاسماعيلي وبره الاسماعيلي. يعني انا مش يعني مش اضرب المطبخ اللي موجود طبعا. طبعا هناك الله يكون في عونهم تحت ضغط هناك الاسماعيلي، الخساره احنا انا لما كنا بنخسر ماتش ما كنتش بعرف امشي في الشارع. الجمهور بتاع الناس الاسماعيليه بتعشق حاجه اسمها الاسماعيلي. عارف احنا بنتكلم في النقطه دي بالذات، يعني لان فعلا واحد بيكون حزين لما بيشوف ان دي نتائج الاسماعيلي، نادي كبير، نادي جماهيري. أكيد طبعا. يعني الاسماعيلي البلد كلها بتشجع الكوره، أكيد البلد كلها بتحب الكوره، يعني اللي فالواحد فيهم بيصعب عليه الجمهور اللي بيجي له احباط بعد المباريات. اللي فيهم اهلي وزمالك برضو بيشجعوا الاسماعيلي، رقم واحد بينهم الاسماعيلي. طب فلا هناك الحياه صعبه جدا اما يكون في خساره او النتائج مش مظبوطه. صحيح. طيب وصلنا بقى لمرحله الاسماعيلي، ومن بعدها وصلنا حرس الحدود. حرس الحدود. جيت في الاسماعيلي، جه مدرب اسمه مضوي من الجزائر. هو قال لي الاداره انا عايزكم، بس الاداره عايزه تطلعكم اعاره بتاع. فانا قلت انا مش بتاع مشاكل اولا. انا لسه بقى هحارب مع الاداره او هحارب مع مدرب؟ لا خلاص انا ايه. طب انتوا عايزين انتوا عايزين تطلعوني اعاره فين؟ قال لي حرس الحدود. طبعا حرس الحدود والاسماعيلي او الجيش والاسماعيلي علاقه كويسه جدا، قويه جدا جدا طبعا. لان الامين العام الاسماعيليه، فالاسماعيلي وده برضه نفس المكان اللي انت ابتديت فيه خالص في البدايه. ايوه. ف
فمع ان كل الناس كانت قالت لي ما تروحش الحرس، لان الحرس كان لسه صاعد من ممتاز به وما كانش فيه اللعيبه اللي هي المعروفه قوي برضو، او ما جابوش المستويات اللي هي تقدر تقعد، ما كانش شبه جيل 2005 طبعا. فكله قال لي لا ما تروحش ما تروحش ما تروحش، فقلت لا انا هروح. فروحت سبحان الله، جاي الكابتن عماد سليمان، الامور ما كانتش متظبطه، جه الكابتن طارق عاشر. من يوم ما جه الكابتن طارق عاشر واحنا الكيرف بيعلى، ما نكسب نكسب نكسب. عملت 6 شهور معاهم يعني عالمي طبعا. الاعاره كانت سنه، انا لعبت 6 شهور بس، لان الاسماعيلي بعد ما قدمت مستوى عالي الحمد لله وجبت 3 جوان وعملت جوان كتير طبعا كتير في مع الحرس، قطع الاعاره. طيب انت كلمتنا عن فيريرا في نادي الزمالك ودي صبر في الاسماعيلي وعن طارق العشري في حرس الحدود، مين اكتر مدرب فيهم اثر في حياتك كلاعب؟ لا هو انا اكتر مدرب اثر في حياتي رقم واحد كان الكابتن شوقي غريب طبعا. الكابتن شوقي غريب ده كان 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 بدايتي يعني في سموح. بعد كده عشان ابقى منصف الحق فريرة طبعا. وفي الفتره اللي كنت فيها في نادي الزمالك طبعا. وبعدين خلاص رحت حرس الحدود وابتدت النتائج تتظبط مع الكابتن طارق العشري، خلاص بدانا بقى نقعد في نص الجدول، وبقيت اجيب اجوان واعمل اجوان والحمد لله قدمت مستوى عالي جدا. اتصلوا بيا المسؤولين في الاسماعيلي، المهندس ابراهيم عثمان قال لي احنا، وكابتن شيحه قال احنا عايزينك ترجع بس الاعاره خلاص فاضل 6 شهور. قال احنا هنقطع الاعاره فانت بس تكلم الناس في حرس. فكلمت اللي هو باسم في الحرس وقال لي مفيش مشكله احنا مع مستقبلك، ورجعت تاني الاسماعيلي ولعبت معاهم افريقيا. وبعدين وخلصت ال6 شهور مع الاسماعيلي ومشيت رحت الانتاج. تنقلات كتير قوي، دي حاجه كويسه ايجابيه للاعب كره قدم ولا الاستقرار في مكان من الاول للاخر او ما بين نادي والتاني بس؟ بصي هو الاستقرار طبعا مفيش احسن من الاستقرار. هي بتبقى قرارات، بس لما بلاقي نفسي يعني انا لعبت في 7 انديه يعني بتكلمي في سموحه، زمالك، دجله، مقاولين، اسماعيلي، حرس حدود، رجعت الاسماعيلي، انتاج حربي. هو الاحسن طبعا الاستقرار. بس انا زي ما قلت لك انا في بدايه كلامي، انا يعني لما بلاقي مكان مش هعرف هدي فيه او انا مش هلعب فيه بطالب بالرحيل طبعا. لكن طيب لو سألتك طبعا عن كويس. افضل قرار واسوأ قرار، انا فاكره ان انت بتقول اسوأ قرار عملته في حياتك في مسيرتك الكرويه انك طلبت انك تطلع اعاره وانت في نادي الزمالك وانك ما صبرتش وما استنتش. افضل قرار بقى اخدته يعني لما اتعلمت بقى من القرار ده وقلت لا انا هاخد قرار صح المره دي، فقررت ايه؟ هو افضل قرار ان انا الناس كلها قالت لي، حتى زوجتي قالت لي، كلهم قالوا لي ما تروحش حرس، كان افضل قرار انا رحت الحرس. رجع ابراهيم تاني يعني في 6 شهور دول عملت يعني مستوى ابراهيم عبد الخالق بتاع سموحه، جايب 3 جوان. انا اصلا كنت مع سموحه كل سنه بجيب 3 جوان او جونين في السنه. اما اروح حرس حدود مش بنفس الامكانيات بلعيبه ولا امكانيات ماديه ولا نفس الامكانيات الفنيه واجيب 3 جوان واعمل جوان كتير، فده كان افضل قرار بصراحه انا خدته. يا ريتني كنت اتجوزت بدري شويه وخلفت بدري شويه ما كنتش ضيعت كل اللي ضيعته. امتى قررت قرار الارتباط الرسمي؟ في 2018. 2018 وانا في الاسماعيلي. اتجوزت في 2018 ولا خطبت في 2018؟ خطبت في نهايه 2017. اتجوزت في 2018. طب انت كلاعب انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 34. برضو انت اتجوزت يعني ما بين سن لعيبه كره القدم اللي بيتجوزوا، انت متجوز متاخر. يعني متجوز مقارنه مقارنه بلعيبه الكوره اللي اغلبهم بيتجوزوا 25 بالكثير 24 وبنشوف كمان 21. فانت اتجوزت متاخر، اخذت القرار ده متاخر. اتكلمنا بقى عن الارتباط. والله خطوه طبعا ايجابيه طبعا في حياتي زي ما قلت لك في بدايه كلامي. اخدتها وانت في نادي الاسماعيلي؟ خطبتها يعني او بدات اتكلم وانا في الزمالك قبل ما امشي على الاسماعيلي. لكن تعرفت عليها ازاي؟ عن طريق زوجة واحد صاحبي. كانت قابلنا مره بالصدفه هي من القاهره مش من الاسماعيليه. من القاهره وعجبتني بصراحه وقعدت فتره نتكلم بتاع خلاص يعني اتفقنا وحصل بقى نصيب الخطوبه ثم الجواز طبعا. ليه اخدت القرار ده متاخر؟ ما كنتش لاقي النصيب يعني. ما كنتش لاقي النصيب ولا كان في نصيب كتير قوي حواليك؟ لا كنت بدور. لا الناس كانت فاكراني، لا كنت بدور بس ما كنتش يعني الانسان اللي انا هرتاح معاه. يعني اكيد كنت بدور وكان ليا اللي هو ان انا اعرف ديت واعرف ديت، بس اعرف ديت يعني في حدود اللي هو ان انا ايه بتعرف عليها عشان يحصل نصيب او ما يحصلش نصيب، مش تعرف اللي هو الصحوبيه والكلام ده كله، لحد ما جه نصيب زوجتي طبعا.
ما تعرف ما كانش فيه صحوبيه وما فيش الكلام ده؟ لا 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 خالص، يعني محصلش. دخلنا البيت على طول بعد 4 شهور خطوبه يعني. طيب خليني برضو اسالك، في الفتره اللي كنت فيها في نادي الزمالك اكيد كان عندك بقى معجبات كتير قوي، يعني مش زي اي نادي تاني كنت فيه، فده بقى ما كانش بيعمل لك مشاكل؟ لا اصل معجبات يعني دلوقتي للاسف ان الجنس الناعم برضو بقى يفهم في الكوره وبيتكلم في الكوره كتير وبيشجع وبيحلل، فمش ما بيكلموش ابراهيم بس، بيكلموا ابراهيم ومحمد ومصطفى واحمد وخالد، فيعني مش معجبين، هو ممكن يكون معجبين ايه بشخصي اللي معجبه بلعبي، لكن انا واحده هتكلمني مثلا على السوشيال ميديا معجبه بيا ان انا اتكلم معاها واخش معاها في علاقه مثلا صحوبيه والكلام ده كله، لا ما كانش في بالي بصراحه خالص. ما كانش فيه لا الحاجات لا دي. بالنسبه لي لا. طب الغيره بقى كانت عامله ازاي؟ لا هي ما دام عندي ما شاء الله غيوره جدا. لا غيوره غيوره، جدا مش انا اقول جدا. ما شاء الله متفهمه قبل ما جدا. تقولي ما شاء الله، غيوره جدا. غيوره جدا. يعني لو تفتكر موقف كده حصل ما بينها وما بين حد بقى، يعني غارت من واحده بعتت لك مسج لا انستجرام طبعا. انستغرام والفيسبوك يعني انا معظم اللي عندي، انا ما عنديش على انستغرام بنات خالص، ال على الفيسبوك عندي هو اصحابي اللي هم كانوا معايا في المواقع في الزمالك في الاسماعيلي، يعني صحفيين صحفيات طبعا. مراتك اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. اهلاويه. بتعملوا ايه بقى؟ ما انت قلت لي يعني لو قاعدين لا اصل مش بتتفرجوا على متعصبين ماتش. خالص. طيب مش متعصبه يعني، هو مامتها زملكاويه يعني عادي، يعني الدنيا هي متلخبطه اهلاويه عندكم على وحماتي ايه؟ زملكاويه ما فيش مشكله يعني، حماتي معايا يعني. فهي المشكله عندي على الفيسبوك مثلا وتشوف دي مين ديت، فهي بتبقى صحفيه يعني كانت معايا في موقع، هي ديت المشاكل دايما او الغيره بالنسبه لها في وبتقلب وشها بقى وبتزعل والكلام لا ده؟ احنا هنشوف بقى الموضوع ده، احنا لنا قاعده الكلام ده كله لا طبعا والله. تنسى اكيد يعني. هي اما تشوف ده اللقاء لغايه طبعا دلوقتي انتوا متجوزين بقالكم 3 سنين تقريبا لغايه دلوقتي؟ لحد دلوقتي بقالنا 3 سنين. يعني لحد دلوقتي بتقفش ولا او مين بجد؟ هي ما بتتفرج على البرنامج طبعا هتفتكر بقى طبعا، هتفتح قصه الفيسبوك تاني طبعا. طيب خلينا نطلع لفاصل دلوقتي ونرجع ونكمل كلامنا مع كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي في اون سبوت، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في اون سبوت، لسه نورنا كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي. محطة الانتاج الحربي حاليا، انت مستقر في الانتاج الحربي بقالك حوالي 2 سنين، كلمني بقى عن المرحلة دي في حياتك والاستقرار اللي موجود فيها ونتائجك كمان دلوقتي في الدوري، وشايف ايه الاسباب يمكن في الموسم الحالي مش موفق قوي الانتاج الحربي، قولي اسباب ايه من وجهة نظرك؟ والله انا بقالي دلوقتي 2 سنين مع الانتاج، الانديه زي ما قلت لك مؤسسات عسكريه دايما ملتزمين في كل حاجه طبعا، عندنا رئيس نادي اللي هو اشرف شخصيه محترمه والكابتن خالد مهدي طبعا مدير كوره، فكل حاجه يعني عندنا متوفره بامانه، مفيش ضغط عصب ولا اي حاجه ولا جماهير طبعا. نتائج السنه دي احنا السنه اللي فاتت مفنشين 7 أو 8 مع الكابتن صحيح. مختار، يعني الدور من بدايه الدور الثاني السنه اللي فاتت في الموسم اللي فات النتائج بدأت تهتز من بعد موضوع كورونا، 21 لعيب 21 لعيب عندنا كورونا طبعا، كنا احنا اول نادي لعيبه تتصاب بكورونا طبعا، فبتتكلمي في وده اكبر رقم سمعناه لغايه بتتكلمي في دلوقتي. الفرقه كلها الفرقه كلها اتصابت، يعني بنقعد مثلا يقعد اسبوعين انت كنت المصاب منهم؟ يقعد اسبوعين مصاب في البيت طبعا بأدويه، مفيش تمارين نفسيا طبعا، والدوري هيبدأ، فكان الموضوع صعب جدا انك ترجع عشان تجيب مستواك تاني عايز وقت تاني. فبدانا طبعا الدور التاني بعد موضوع كورونا طبعا، النتائج بدات ما تتظبطش طبعا، وده كان كابتن مختار كان عاذرنا طبعا والنادي كان عاذرنا، لان انت بتتكلمي في الفرقه كلها كانت في البيت، مفيش الا 5 6 لعيبه بس اللي بيتمرنوا من ساعتها، والنتائج مش متظبطه. فنشنا الدوري 8 ظبطت في الاخر، مخلص كله بقى راجع للمستوى. بدأنا الدوري السنة دي مع الكابتن مختار، في ناس مشيت وناس جت، الأمور ما كانتش متظبطة في أول الموسم، كابتن مختار مشي، جه الكابتن حماد سيدي قعد 3 4 ماتشات مشي برضه، الكابتن كشري بقى له ماتش برضه، موضوع تغيير الجهاز عدم الاستقرار الفني برضه هو يمكن ممكن نرجع له لسبب في الاهتزاز في المستوى في الموسم أكيد ده. هو سبب رئيسي. لو هنبص لنتائج الإنتاج من 4 سنين نتائج كويسة جدا، لأن كان ال4 سنين كابتن مختار متواجد صحيح، كان يمكن المدرب الوحيد اللي قعد فتره كبيره في نادي
كابتن مختار 4 سنين او 5 سنين في نادي الانتاج الحربي، فكانت النتائج كويسه جدا. عكس السنه دي لما جه كابتن مختار مسكنا في اول الموسم طبعا مشي، جه كابتن حماده السيتي 3 4 ماتشات مشي، جه كابتن كشري. فنتمنى ان شاء الله احنا مع الكابتن كشري باذن الله نرجع الانتاج تاني طبعا باذن الله للمكانه بتاعته الطبيعيه. صحيح، لكن انت في الانتاج الحربي انت مستقر نفسيا، مرتاح، بتلعب، واخد فرصتك، واخد وضعك جوه الفريق، ما عندكش اي مشاكل؟ لا انا ما عنديش مشكله، طول ما عشان بس ابقى صريح، طول ما فيش مشاكل في النادي ولا ماديا ولا فنيا، فاكيد مش هتبيني مشكله. فزي ما قلت لك النادي ملتزم معانا لاعلى درجه طبعا. حتى الحمد لله فنيا يعني لعبت الدور الاول كله، ممكن ماتشين ثلاثه بس ما لعبتهمش، فرجلي في الملعب، فاكيد مستقر طبعا. جاي الكابتن كشري شخصيه محترمه جدا وقريب جدا من اللعيبه، وبعدين يعني بيحترم اللعيبه الكبيره، ودي حاجه كويسه جدا فيه بامانه يعني، وبيعامل اللعيبه نفسيا كويس. فبتمنى من ربنا ان احنا نقدر نساعده ان شاء الله ان احنا نرجع الانتاج تاني طبعا للمكانه بتاعته طبعا ان شاء الله. بس هل ابراهيم ما عندوش يعني طموح ان هو ينهي مسيرته في اي مكان تاني غير الانتاج الحربي؟ اكيد انا للاخر يوم في 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 في, في الكوره عندي طموح ان العب في احسن نادي في مصر طبعا. اكيد، لا انا ما عنديش طموح مش هنجح طبعا. صحيح. طيب خلينا بقى نروح معاك دلوقتي لفقره الاسئله السريعه، هسالك اسئله عايزك ترد عليا بسرعه. تمام. طيب نبتدي باول سؤال، مين هو افضل لاعب خط وسط في الدوري المصري الممتاز بعيدا عن نفسك؟ بعيدا عن نفسي انا كنت شايف ديانج. افضل لاعب خط وسط جه في تاريخ الكره المصريه؟ انا حسام غالي طبعا. كابتن حسام غالي طبعا. افضل لاعب في مصر بشكل عام حاليا ده لعيبه كتيره جدا يعني. قولي لاعب اجنبي في الدوري المصري ممتاز بتعتبره ان هو الافضل حاليا ولاعب مصري الجنسيه. انا بشوف بن شرقي طبعا. ولاعب مصري انا بشوف من وجهه نظري يعني قفشه. رايك ايه في تجربه لعيبه شمال افريقيا عامه؟ ده كويس، حاجه كويسه طبعا يعني، انا شايفهم بينجحوا في مصر. طبعا اكيد. يمكن في ناس بيقولوا ان هم اخذوا فرص يعني كانت مفروض تكون موجوده للعيبه المحليين. مش كلهم يعني، ما في ناس بتثبت وجودها طبعا، في ناس ما بتثبتش وجودها اكيد. زي لعيب مصر ما بيثبت وجوده، في لعيب ما بيثبتش وجوده طبعا. طب لو ترتب لنا كده مين الاكثر افاده للانديه المصريه وللدوري المصري، او مين الافضل في الدوري المصري؟ عندنا بن شرقي، عندنا علي معلول، عندنا كان عندنا وليد ازارو، كان عندنا يعني مين شفته اكثر واحد اثر في الدوري المصري؟ انا شايف علي معلول ثم بن شرقي ثم بن شرقي. طيب لو سالتك برضو عن فرجاني ساسي، لعيب كويس طبعا. اكيد لعيب كويس ولعيب مهم في نادي الزمالك. بتشوف مستواه على طول ماشي بنفس المستوى ولا بتشوف فيه تزايد؟ مفيش لعيب بيبقى مستواه على طول في الطب، لا يعني هو جه فتره مستواه قل شويه، ممكن يكون بعد الاصابه وحاجه زي كده، لكن رجع تاني منه. اكيد بيرجع. اكيد بيرجع. صحيح. طيب نطلع دلوقتي الفاصل، لكن لسه عندنا كلام كتير قوي هنقوله مع بعض في الفقره اللي جايه. فاصل سريع ونرجع ونكمل كلامنا مع كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق في اون سبوت. رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في اون سبوت، لسه منورنا كابتن ابراهيم عبد الخالق نجم الزمالك السابق، منورنا اكيد. ربنا يخليك يا شيخ. احنا كنا بنتكلم عن اصدقائك وعن الناس اللي زملتهم او اللعيبه اللي زملتهم خلال مشوارك، فانت قلت لي ان طارق حامد كان من اقرب الناس اللي انت زملتهم، قلت لي برده جنش برده من يعني من اكتر اصدقائك. طب في الفتره بقى بتاعت الانتاج الحربي انت زملت باسم مرسي، باسم مرسي من مهاجم مصر، مهاجم منتخب مصر، لا يعني الدنيا اتحولت معاه 180 درجه من ساعه ما قال انا مش متابع لغايه دلوقتي. شفت اللي حصل مع باسم مرسي ازاي؟ زي ما قلت لك في بدايه كلامي القرار برضه، انا كنت بتكلم مع طارق مع باسم، وباسم من اقرب الناس ليا، وهو كان يعني هو كان زميلته في المنتخب وزميلته في الزمالك، وطبعا زميلته بقى في الانتاج سنتين وقاعدين في اوضه واحده، فمن اقرب الناس ليا. ما جيت اتكلم برضو على مستواه والكلام ده كله، قرار برضو هو كان ندم ان ياخد قرار ان هو يطلع الاحتراف.
ده كان قرار بالنسبه له خاطئ، كان قرار خاطئ جدا. انت شايف ان هو ده اللي اثر في مسيرته؟ اه انا شايف هو هي قرار يا اما يكون صح او غلط. هو ولا شفت ان يمكن تصريحاته اللي كانت مثيره للجدل وقتها اثرت وبنسبه كبيره جدا في قرارات برضو اتخذت بناء على تصريحاته؟ ممكن، بس هو باسم طول عمره حتى ايام نجوميته في الزمالك هو كان بيدي تصريحات طبعا بتثير غضب الجماهير طبعا. لكن ما اظنش هو هي ان انا شايفه الحاجه الاساسيه ان هو قرار الاحتراف اللي خده هو اللي اثر عليه. طب من وجهه نظرك لاعب كره القدم، هل من المفترض ان هو يكون دايما متابع السوشيال ميديا، يكون دايما ليه اراء على السوشيال ميديا، يكون ليه دايما تصريحات هو جوه الملعب لسه مثيره للجدل ممكن تسبب له في مشاكل؟ اكيد. انا عن نفسي ما بحبش يبقى ليا مشاكل، ما بحبش ما يعني ما كنتش في السوشيال ميديا يعني اكتف قوي يعني، ولا اقول تصريحات خاصه بي انا او بفرقتي بس يعني. وانا بعد ماتش مثلا في بسجل مع برنامج او قناه تمام، يعني اقول تصريحات مثيره للجدل ديت بتاثر طبعا على اللعيب، بتاثر سلبا أكيد على اللعيب. اكيد طبعا. الفتره اللي فاتت دي سمعنا ان كان في كلام رايح جاي ما بين باسم مرسي وما بين نادي الزمالك، وان كان في احتماليه ان باسم مرسي يرجع مره تانية لنادي الزمالك، لكن طبعا المفاوضات دي في الاخر وقفت ما كملتش. كنت شايف ده ازاي؟ كنت شايف ان رجوع باسم مرسي نادي الزمالك مره تانية هل كان هيفرق لنادي الزمالك ولباسم برضه؟ بصي، هو انا كنت طبعا مع باسم خطوه بخطوه طبعا في غرفه واحده، وفعلا كان في ناس في نادي الزمالك كلمت باسم وكان خلاص على وشك ان هو هيرجع، وانا شايف ان باسم كان جدير ان هو يرجع ياخد فرصته تاني من نادي الزمالك. انا شايف مش شايف فرود في نادي الزمالك احسن من باسم بامانه، لانه هو اشتغل على نفسه ما شاء الله قوي. صحيح. قوي صحيح. انا كنت قاعد مع باسم في غرفه واحده وشايف باسم من كام سنه وباسم السنه دي اشتغل على نفسه قوي، بيتمرن بعد التمرين في جيم يعني اكل صحي زي ما الكتاب بيقول. يعني حتى كنت بقوله ازاي انت ما بتزهقش يا باسم، انا وقعت كده ممكن اموت. فكان شغال على نفسه ما شاء الله، عمل معانا موسم السنه اللي فاتت جايب 6 جوال ولا 7 جوان، السنه دي برضه جايب 8 جوال ولا حاجه، فيعني وحتى مع مراحل المقاصه جايب جونين. فباسم ما شاء الله عامل موسم هايل وكان يستحق ان هو يرجع الزمالك بصراحه. يمكن باسم من اللعيبه اللي تالقت تحت قياده فيريرا، ودايما انا بسمع اللعيبه اللي لعبوا تحت قياده فيريرا بيشكروا فيه وبيتكلموا عنه بطريقه مختلفه تماما، وكان دايما عندهم يعني حلم ان هو يرجع مره تانية ويمرن نادي الزمالك. شايف ان فيريرا هو حل مثلا لنادي الزمالك؟ اكيد. ليه؟ أكيد. ايه مميزاته؟ هو مميزاته كتير، هو ما فيهوش عيوب يعني. هو الكمال لله طبعا. معقول؟ شخصيه قويه جدا بدون نرفزه وبدون عصبيه، بيدي كل لعيب حقه، ما عندوش نجم، ودي حاجه كويسه قوي. مش ابراهيم احسن واحد في الفرقه مثلا واتصاب يرجع يلعب على طول، لا مش ابراهيم متوقف يرجع يلعب على طول، لا عنده اللي بيتمرن هو بيكون متواجد، اللي بينفذ تعليماته هو اللي يكون متواجد. والاهم ان محدش بيتدخل في شغله، ودي اهم حاجه اللي تنجح المدير الفني من وجهه نظري. صحيح. طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن باسم مرسي، اكيد واحد من اهم الفراوده اللي موجودين في الدوري المصري، برده الكلام هياخدنا على مصطفى محمد. يعني مهاجم سنه صغير، موهوب، لعيب كبير مش سنه لكن بالامكانيات، تجربته في نادي الزمالك ثم انتقاله للنادي التركي بعد ما تعرض لانتقادات كتير جدا من قبل يمكن نقاد رياضيين، لعيبه سابقين، شفت تجربته ازاي؟ بس مصطفى اتصعد معانا في 2016 مع ميدو، من اول يوم شفته هو عنده شخصيه قويه جدا في الملعب وامكانياته ما شاء الله عاليه قوي. انا كنت شايف كان لازم يمشي من نادي الزمالك، كان لازم يحترف، كان دي حاجه المفروض تفرح نادي الزمالك وتفرح جماهير نادي الزمالك. تفتكر ليه؟ تفتكر ليه ممكن جماهير نادي الزمالك يفرحوا ان اهم مهاجم عندهم ماشي؟ حاجه كويسه زي صلاح يعني، ما يكون واحد عندنا بدل ما يكون واحد نجم عالمي ولا 2 ولا 3 ما يبقى 4 5 6، حاجه كويسه يعني، حاجه يرفع رأي. بس خليني برضو اقول لك ان في الاخر الجمهور اللي يهمه اكتر مصلحته النادي. النادي اللي بيشجعه، الكيان اللي بيحبه، لا هو في فتره يعني في حاجه زي كده او في قرار زي ده بيشوف لا اللاعب دلوقتي شايف مصلحته ومش همه مصلحه النادي. لا هو واكيد غياب مصطفى محمد هياثر على النادي. هو اكيد مأثر طبعا، بس انا شايف ان مصلحه مصطفى يعني اولا النادي ما بيقفش على لعيب، عمر ما في نادي بيقف على لعيب، ممكن ياثر بما يجيب البديل، لكن ما فيش نادي بيقف على لعيب خالص ابدا. لكن انا كنت شايف ان وجهه نظر مصطفى محمد كان لازم ان هو يحترف فعلا. مصطفى امكانياته عاليه جدا ما شاء الله، وان شاء الله مصطفى يعني هيلعب في اكبر الدوريات باذن الله يعني.
اكيد ان شاء الله. طيب احنا كنا بنتكلم من شويه، كنت بتكلمني عن القرار الغلط اللي اخدته في حياتك، ولما عدت برضو اخدت نفس قرار غلط وما صبرتش وما استنيتش والكلام ده. فكره وجود وكيل للاعب، وكيل على درايه وبيفهم زي الوكلاء اللي موجودين بره في اوروبا، زي مثلا ما بنشوف رامي وكابتن محمد صلاح، يعني محمد صلاح اغلب القرارات اللي بياخدها لازم يرجع لرامي وكيله طبعا، وكيله الاول. بتشوف ده ازاي ومدى اهميه الوكيل للاعب؟ وهل احنا عندنا في مصر في الدوري المصري هل في النوعيه دي من الوكلاء اللي بيبقوا خايفين على مستقبل اللاعب وبيخططوا له فعلا لبكره، ولا الوكلاء اللي موجودين هنا بيبقوا كل اللي عايزينه النسبه اللي هياخدوها من ورا بيع اللاعب؟ بصي يعني انت اتكلمت في نقطه هامه جدا بامانه، موضوع الوكيل مهم جدا للاعب جدا جدا جدا، يعني ما يكون وكيل بروفيشنال طبعا على مستوى عالي طبعا هيفرق. نسبة الوكلاء عندنا في مصر 90% من الوكلاء عندنا في مصر مصلحتهم الشخصية. يعني هتلاقي 2-3 بس يعني اللي هو مصلحتهم مع اللعيب، يبص لمصلحة اللعيب الأول. ده اللي هو الوكيل المحترف اللي هو الذكي، يقول لك لا أنا إبراهيم هيجيب لي أكتر بعدين مش دلوقتي. لكن معظم للأسف الشديد الوكلاء في مصر للأسف الشديد أهم حاجة نسبتهم زي ما أنت قلتي. صحيح. طب لو دلوقتي ابراهيم عبد الخالق وكيل لعيبه، مين الثلاث لعيبه اللي في الدوري المصري الممتاز هتسعى انك تمضي معاهم عشان تخطط لمستقبلهم؟ اسعى انت بتتكلمي في لعيبه مصريه يعني هتشوف كده ثلاث لعيبه هتقول انا كده كوكيل لعيبه انا عارف انا هخطط لمستقبلهم صح ازاي، وهديهم كل خبرتي وكل الغلطات اللي غلطتها في حياتي هخليهم يتجنبوها عشان اعمل منهم لعيبه كبار انا هستفيد وهم هيستفيدوا. يعني مثلا رمضان صبحي، محمد هاني، ومصطفى فتحي. ومصطفى فتحي، رمضان صبحي يمكن اخر حاجه حصلت دلوقتي، يعني هو دلوقتي طبعا في بيراميدز. ابراهيم عبد الخالق لو انت دلوقتي وكيل رمضان صبحي هتوديه فين؟ اكيد اوروبا طبعا، على اوروبا. اكيد. واخر حاجه حصلت هو انتقاله من النادي الاهلي، او ان هو خلاص راح من هيدرسفيلد تاون للنادي الاهلي على بيراميدز. يعني شفت ده ازاي؟ يعني انا لو وكيله، لو انت وكيله كنت هتعمل ايه؟ ما كنتش خليته ياخد القرار ده طبعا. كنت هتخليه يعمل ايه؟ اكيد يبقى في الاهلي. كنت هتسيبه في النادي الاهلي او اوروبا؟ طبعا. يعني اسيبه في النادي الاهلي برغم ان المقابل المادي اضعف من المقابل المادي اللي هياخده في بيراميدز؟ ليه؟ الاهلي ايه اسبابك؟ هتقنعه ازاي؟ بص الاهلي يعني اولا هو فلوس، الاهلي بياخد فلوس برضه في الاهلي، بياخد فلوس كويسه جدا ما شاء الله. لكن الاهلي فيه مميزات كتير جدا. في اسم الاهلي، في جماهير الاهلي، في بطولات الاهلي. زي برضو لعيبه ينطبق برضو لعيبه الزمالك، بتفكر مثلا بيراميدز، الزمالك في فلوس كتير جدا ما شاء الله. صحيح. في جماهير الزمالك، في بطولات الزمالك، في اسم الزمالك. يعني اما انزل اما اروح من امشي من الاهلي او زمالك، لا اما اروح حته اعلى من الاهلي وزمالك يا اما ما اروحش. يعني ابراهيم عبد الخالق دلوقتي لو كان وكيل اعمال رمضان صبحي كان هينصحه بالانتقال او بالاستمرار مع النادي الاهلي فضلا عن الانتقال لنادي بيراميدز برغم المقابل المادي الاكبر، لان النادي الاهلي من وجهه نظر ابراهيم عبد الخالق كمدير اعمال لاعب او كوكيل لاعب هو الاكثر حظا للبطولات واللي فيه المستقبل. اكيد هو يا اما اول خطوه يا اما الاحتراف الاوروبي او الاهلي. تعال ندخل بقى على الكروت. أوكي. انت في جنبك خمس كروت تقريبا، ما تلخبطش الورق ورد على الاسئله بالترتيب اللي قدامك. اوكي. اقول قول السؤال ورد عليه. الزمالك سيعاني لفتره طويله اذا لم يجد بديل لطارق حامد في السنوات القادمه. طبعا طبعا. ليه؟ لا طارق ما شاء الله ما فيش حد في الزمالك هيعوض غير طارق في حته الدفاعيه ومجهوده طبعا. وفي محمود عبد العزيز طبعا ما شاء الله لعيب كويس جدا، بس طارق ما شاء الله يعني مختلف عن اي لعيب في مصر. طب انت لو موجود دلوقتي جوه نادي الزمالك وانت عندك الاختيار لبديل لطارق حامد انك تجهزه يكون موجود بعد ما طارق حامد ينهي مشواره جوه نادي الزمالك، هتعمل ايه؟ هجيب مين؟ اللي هو موجود محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز. مش هتشوف حد تاني من نادي اخر؟ اكيد هشوف، بس انا شايف محمود عبد العزيز يعني دلوقتي هو الاقرب. يعني اللي بعده
فرجاني ساسي يستحق المبالغ الماليه الكبيره التي طالب بها من اجل التجديد للزمالك؟ انا من وجهه نظري انا لا، يعني من وجهه نظري يعني لا يستحق؟ لا، المبالغ الكبيره قوي ديت لا، من وجهه ليه؟ نظري. بصي، ان شلت فرجاني من فريق الزمالك، الزمالك بيكسب وبيأدي وبتاع. شلت طارق من فريق الزمالك، بيبقى فيه خلل كبير جدا في نص الملعب. يعني انت شايف ان فرجاني ساسي من اللعيبه اللي ممكن الاستغناء عنها؟ يعني يعني مش ما ياثرش قوي على الزمالك. هو لعيب كويس جدا جدا جدا، عشان بس الجماهير ما تفهمنيش غلط، بتكلم بقارن انا لعيب في نص الملعب. اما اشيل فرجاني يعني مش هحس بخلل كبير. اما اشيل طارق حامد في الملعب، هتحس بالخلل، خلل كبير جدا جدا. السؤال اللي بعده، لو تكرر عرض الاهلي والزمالك ليا مره اخرى سوف اختار؟ في نفس التوقيت كان الزمالك برضه، برضه الزمالك كان مستقر في كل حاجه عن الاهلي. فرصة اللعب بمنتخب مصر وانت لاعب خارج الاهلي والزمالك شبه مستحيلة؟ نعم ام لا؟ طبعا مستحيلة طبعا. ليه مستحيل؟ بيركزوا دايما المنتخب على الاهلي والزمالك. ما دي بس برضه بنشوف بعض العناصر من أندية اخرى غير الاهلي والزمالك، يعني اللاعب اللي بيبقى باين قوي وظاهر قوي خلال مسابقات او منافسات الدوري المصري، بتلاقي لعيب مثلا، لاعبين بتلاقيه موجود، بتلاقي مثلا لعيب اثنين ثلاثة من 25. 25 فين بقى؟ اهلي وزمالك، ودلوقتي داخل بيراميدز. اللي هم اصلا لعيبه الاهلي والزمالك. طب وده سببه ايه؟ انا ما اعرفش بقى، دي وجهات نظر ولا اسماء الانديه اكبر من ال، اصل هتعمل ايه باسم النادي او هو بيلعب لنادي ايه؟ طالما هو معاك في المنتخب. لا، اسم النادي بيفرق. اهلي وزمالك بيفرق. ايوه قول لي ليه؟ عليهم ضغط يعني. تخوفا مثلا من الجمهور وردود افعالهم؟ اكيد. الجمهور والنقاد الرياضيين اكيد طبعا. والله يعني اعلم برضه حصل. انت بتشوف ان المدير الفني اللي بيجي لمنتخب مصر ايا كان هو مين، او احنا بنتكلم عن اي فتره، دايما بيحط الجمهور او بيحط النقاد الرياضيين قدامه وهو بيختار القايمه؟ اكيد، انا شايف كده من وجهه نظري. يعني اللي بعده، الجيل الحالي من لعيبه الزمالك قادر على تحقيق بطولتي افريقيا والدوري هذا الموسم؟ نعم، وكان قادر في بطوله افريقيا اللي فاتت. يعني ما شاء الله، انا شايف ان ده من احسن اجيال نادي الزمالك الجيل المتواجد. بس خلصت الاسئله؟ تمام. كابتن ابراهيم عبد الخالق، اكيد نورتنا النهارده في اون سبوت، يعني انبسطت قوي بوجودك معانا النهارده. كانت حلقه حلوه وحوار ممتع بصراحه. ربنا يخليك وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. شكرا كابتن ابراهيم. مشاهدينا، انتهت حلقتنا النهارده في اون سبوت، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع اللي جاي مع نجم جديد، كواليس جديده واسرار جديده هنقولها هنا في اون سبوت. تابعونا دايما.